قبل ندرس في الخيام يعني في المسجد، لأن الفصول ما كانت توافر بكثرة. الفصول يعني قليلة مزدحمة، وعدد النازحين يعني كثير كانوا. لما بنوا المدرسة عمت الفرحة بعض الطلاب، وبقى يقدروا يستوعبوا، بقى يقدروا يعني يفهموا درسهم مرتاحين. وعملت على تماسك المجتمع المضيف مع النازحين، وأصبحوا مخرجة التعليم ذات جودة عالية. تخلصنا من الخيام ومن الدراسة خارج المدرسة، الآن كل الطلاب يدرسوا داخل المدرسة. والله نفسية الطلاب كانوا مرتاحين، لدرجة أنه زاد الإقبال الطلاب على المدرسة إقبال شديد. يعني المدرسة توسعت، زيد فعلوا فصول جديدة.